اهلا وسهلا فيكم اصدقائي في حلقه جديده في يوم جديد في موقع بطل جديد. هسه انا ثالث فيديو في نفس الموقع، لكن موقع تكنيزي من الدرجه الاولى. طبعا مش مشترك في القناه، اشترك في القناه وفعل الجرس عشان اشوف الحلقات السابقه والحلقات الجايه. في الحلقه السابقه يا اخوان استرعى انتباهنا، ماشي، اشاره حلوه ووعدناك وين احنا نصورها ونشوف ايش وضعها بالضبط. طيب الاشاره هي اشاره المغاره، خليني اخذها من هون. إشارة المغارة هاي زي ما احنا شايفينها. مش قادر انزل تحت، تعرفوني بخاف من الحياة، بحبش الحياة، تمام، فمش راضي انزل لتحت. طيب إشارة المغارة هيها زي ما احنا شايفينها، شوفوا العنكبوت الابيض هذا، غريبة العنكبوت، شنو كيف؟ طيب إشارة المغارة هاي طبعا هون نزولا مع السيال، هاي اشارة المغارة وتسكيرة المغارة اللي احنا شايفينها، هاي تأكيد التسكيرة موجود هون، تمام، هاي ترون التأكيد تبع التسكيرة تبعت المغارة. الان اللي بيحدد وجود هاي المغارة، اللي بيحدد وجود هاي المغارة اشارة لجف بسيطة، تمام، نزولا، طبعا السيال نازل نزولا على اشارة اللجف الموجودة هون، تمام، عندي اشارة لجف خارجي عليها جرنها، هاي اشارة اللجف خارجي عليها الجرون تبعها، ماشي، نزولا مع السيال لا اشارة اللجف واضحة مليون بالمية واضحة، تمام. الان بدنا نشتغل عليها بالطريقة الصحيحة. طبعا الموقع تكنيزي بالدرجة الاولى، ماشي، واحتمال انه نلاقي رانات موجودة في المكان مثل هذا، تمام، هذا شكله ران، هي شكلها هي كلها ران، تمام، عليها تثبيتات، حبة الحمص اللي جينا حكينا عنها قبل هالمرة، عندي وهي واحدة، هاي واحدة، هاي واحدة، وعندي هون هاي واحدة، تمام، معاها جرن زي ما احنا شايفينه، تمام، يعني عندي واحدة، ثنتين، ثلاث، هاي أربعة، إذا احتمال كبير إنه يكون ران هذا، احتمال كبير إنه يكون ران. طيب إشارة المغارة اللي حكينا عنها هي هون، الآن كيف تأكدنا من هون البوابة؟ هاي شايفين الجرن تبعها يا اخوان، شايفين الجرن كيف جاي، اذا تأكيد عندي انه في مغارة، ماشي، طبعا اتجاه الجرن مسكر من تحت مش مفتوح، مسكر من تحت لكن مفتوح من المنطقة هاي، تمام، شايفينه كيف من هون، هاي باتجاه على اشارة اللجف اللي شفناه، هاي إشارة اللجف هون، تمام، هاي معاها اللجف الخارجي نزولا لتحت. طيب هسا احنا بدنا نعرف الوضع تبعها ايش هو، تمام، طبعا هي احنا نعرف انها مقبرة، يعني مبينة مع شغلنا اصلا مع كل المنطقة، منطقة مقابر، تمام، مبينة مقبرة، البصمات اللي جينا حكينا عنها قبل هالمرة، ماشي، شايفينه، هاي بصمة وهي بصمة وهي بصمة وهي بصمة وهي بصمة اللي هو هاي جرن تثبيت، ماشي، للي اشتغلوا في المقابر وحكينا كيف كانوا يستأجروهم عشان يحفروا المقابر ويشتغلوا فيها، فكانوا يحطوا بصماتهم وكل واحد شارك في الدفن بيحط بصمته وبيشتغل على الأساس هذا، تمام. طبعا أنا من موقع بيزنطي، موقع بيزنطي دخل فيه الروماني، حكينا في المرة الماضية موقع بيزنطي دخل فيه الروماني واشتغلوا كلهم مع بعض، باقيين شراكة داخلين في الموقع هذا. الآن بدنا نفحصوا معدن ونشوف، ونفحصوا فراغ ونشوف شو الوضع، خليكم معنا. ضوي هذا معطيه 100 100، تمام. طيب زي ما وعدناكم يا اخوان ان نصورها فحص ونشوف الفحص تبعها ونشوف ايش الوضع، تمام، لكن الفحص راح يكون سريع شوية. طبعا احنا اخذنا هسه عندنا اشارة اللجف واخذنا اشارة المغارة واخذنا الاشارات اللي موجودة كلها، وعرفنا انه هون في مقبرة من وجود البصمات ووجود الامور هاي كاملة، تمام. الان بدنا نفحصها عن طريق الاسياخ ونشوف ايش الوضع. تعال اخذ هون، ماشي، راح افحصها بطريقتي هسه يا اخوان، الطريقة السرية اللي بنحكي عنها، ماشي، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، بسم الله. الان باخذها بكل الاتجاهات، الان عكس معي السيخ، برجع رجوعا، تمام،
باخذ الاتجاهات كاملة عكس معي السيخ، لان في عندي تربيعة في المنطقة يا اخوان. تمام، رجع معي السيخ كمان مرة. الان بعمل عملية بحث بسيطة، ماشي، مش زقزاق، بعمل عملية بحث. كيف يا اخوان؟ صور معي يا ابوي. تمام، الان بروح بهيك بالاتجاهات هاي. تمام، بعمل عملية بحث كاملة، بشوف شو بيعمل معي السيخ ووين بروح بالضبط. ماشي، طب شو الشعور اللي بتشعروه في هاي اللحظة؟ الشعور بتشعروا انه السيخ قاعد بجذب مكان وبترك مكان، بجذب مكان وبترك مكان. المكان اللي بجذبه هو نقطة الصفر اللي راح نشتغل عليها ونشوف شو هي. طبعا جذب معي في المنطقة هاي، راح اشتغل عليها هسه، اربع احتمال انها تكون صخرة، فعليا احتمال تكون صخرة فعليا. تمام، اذا تأكيسه اولى تربيعة احنا هسه بنشتغل. ماشي، هاي تأكيسة ثانية، هاي التأكيسة الثالثة، وهي التأكيسة الرابعة. اذا عندي شوف موقعي انا تحت الصخرة. تمام، دفحص وفراغ، دفحص الموقع هذا فراغ. غريبة هالصخرة صح؟ تمام، بدي احط اشارة الليزف اللي حكينا عنها يا اخوان في ظهري، باخذ سيخ المعدن لحاله واشتغل عليه. بسم الله، هاي اول تحديد للفراغ هون، مغارة صغيرة مش كبيرة. الان شو بدي اسوي؟ بدي اخذ اشارة الليزف على شمالي واروح بالاتجاه هذا، هاي التحديد الثاني. الان بدي اروح بالاتجاه المعاكس واشوف التحديد تبعي ايش هو. عندي اشارة الليزف الثانية، اذا مغارتي صغيرة. تمام، شفتوا فحص كيف سريع سهل، ما بده تعقيد يا اخوان، ولا بده كل البلاوي اللي بيحكوا عنها وبقعدوا 4-5 آلاف ساعة عشان يصوروا جرم. تمام، خلاص عندي جرم مغارة، اشتغلت على جرم المغارة، انهيت شغله. ما فيش داعي احكي اقعد ساعتين انا احكي عن جرم واخلي الناس ما تفهم علي، ما في داعي، خلاص جرم مغارة انتهى. عندي اشارة لجف، عندي لجف خارجي، نزولا مع اللجف عندي نزول لجف الخارجي، عندي لجف داخلي، اذا في عندي شغل تحت الصخرة. تمام، ما في داعي اطول، ولا في داعي اقعد 4 ساعات وانا اشرح وحكي فاضي، يعني بالاخر لا احنا مستفيدين ولا شيء. تمام، لكن جذبني هاي الصخرة، الصخرة يعني مش طبيعية يعني. تمام، زي ما احنا شايفينها زي طيلة الحكمة. تمام، هاي يعني بتقولوا طينة حكمة، والله العليم انه في داخلها في اشي عبود مش طبيعية للصخرة. صح؟ طبعا شايفينها كيف يا اخوان، هذا معقول ران في صخرة متحركة يعني، طلعوا كيف. طبعا تلزيقات هاي هاي وهي هاي ملزقات تلزيق. تمام، مع الخلطة حاطينها. والله العليم انه ران يا اخوان. هاي في ظرف في هون اشارة شايفها. تمام، هاي سيارة، هاي سيارة طلع نزول السيارة. طبعا الصخرة هون لونين صايرة، خط من هون وهذا لون وهذا لون، شايفينها كيف؟ هذا لون وهذا لون. الصخرة مش طبيعية، تقول قبر يعني، مش تقول مش صخرة، تقول قبر. مش طبيعية، حرضون حرضونين مش حرضون واحد. سوف بفرض تمام، شايفين كيف؟ هذا بجوز بقرص، عارف مبين ولا لا؟ ايوه هرب دخل جوا، لكن هي مبينة. روح عبود روح، مبينة ران يا اخوان، الشكل تبعها يعني هذا الران هي شايفينه.
هذا حلو مرتب. طيب الان احنا فهمنا انه تشكيل المغاره وجود البصمات هاي بتدل على هاي، وعندك تثبيت هون تمام وجود المغاره، حلينا الاشاره خلال 4 دقائق تمام. ما في داعي للتطويل في المواضيع هاي، ولا في داعي اقعد 4 ساعات اشرح الاشاره تمام. اشاره سهله، احنا تعلمنا كلياتنا الاشارات وشفنا شو وضع الاشارات وشفنا كيف احنا بنقدر نحل الاشارات. خلينا نشوف شو في هون. طلع تشكيل المغاره، يعني ما فيش داعي اقعد اشرح عنها 4 ساعات. شايفين؟ شايفين نزول السيال؟ طلع اشاره اللجف، ان شاء الله تكون واضحه تمام. دقيقه اسوي لكم اياها. شايفين اشاره اللجف كذا؟ ترى تشكيل المغاره هاي اشاره اللجف. اذا في عندي شغل هون، في عندي مغاره مش صعبه. طلع كيف زي يقولوا طينة حكمة تمام. هاي مبينه منه، هاي تشكيل، هذا تشكيل المغاره وهذا اللجف تبعها، لكن فيها عمق. هاي عمق لانه اللجف السيال اللي نازل هو داخل دخولا عميق ونزولا عميق تمام، فبكون فيها عمق. هاي لجف خارجي، هيو لجف خارجي بينزل على مقبرة، هذا مربع تمام، بينزل على مقبرة، منطقة مقابر بتعجق الواحد المنطقة وبتخليه مش عارف شو بده يسوي، وين بده يحفر وين بده يشتغل. يا سلام شر جرة، إشارة جرة حلوة. خلينا نشوف الشباب بينادوا علينا، نشوف شو في عندهم. خليكم معانا، خلينا نشوف مع بعض. يعني شفتوا هذا الحكي كله اقبال ارض زراعية، ارض زراعية، يعني اللي بشوف الارض من بعيد بقول لك فيها اي شيء هاي الارض تمام، عكس ارض زراعيه يا اخوان عادي بس ما يكون تحتها حضاره. يعني شايفين كيف؟ انا هاي الارض اللي بحب اشتغل فيها اصلا، هل بتعطيك الاشاره بشكل صحيح او بتوديك على الاشاره بشكل صحيح تمام. طيب طبعا التشكيل الثاني، شايفين التشكيل كيف؟ عندي سرداب، عندي سرداب وغرفه، غرفتين ثلاث، في سرداب وثلاث غرف تمام. وعندي هون اللجف تبعها قريب والله، اللجف بس بتودي فيها سرداب بوديك لهذيك الجهه. شايفينها كذا؟ بسم الله. فاتحه، شايفين اللجف يا اخوان؟ لا يتعدى من هون، خلينا نحسبه لا يتعدى المتر يعني، بس لاجفة هيك نحن نعرف من طبيعة المنطقة. يعني طبيعة المنطقة أغلبها يعني ما فيها أعماق تمام، إلا الإشي اللي فيه تكنيز، يعني الإشي اللي فيه تكنيز بتلاقوا فيه عمق، الإشي اللي مش فيش فيه تكنيز ممكن هي ما يكون فيها تكنيز أو فيها ممرات يعني من جوا مسكرة. شايفين كيف؟ هاي نفس العملية، لكن هاي ما بكونش فيها أعماق لأنه هاي المغارة اللي هون أتوقع إنه ما فيها إشي، لكن دخول السرداب من هاي النقطة، هاي المغارة، دخول السرداب راح يودينا على مدفن وراح يودينا على مدفن ثاني، والله العليم الله العليم. لكن هاي ما بزبطش تمام. فهمتوا كيف اخوان الوضعية اللي احنا بنحكي فيها؟ هي عبارة عن منطقة قلت لكم زراعية، لكن اليوم الإشارات يعني بتبين، ما يعني أصلا المنطقة مجرد ما تدخلها بتبين وبتنعرف إنها إشي عظيم، يعني مش اشي سهل. والله خلينا نشوف هاي، طلع والله خلينا نشوف هاي. ها
صراحة المجلس هذا المشكلة، الواحد يخاف يخش تقرص حي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم وننط ونشوف شو بيصير معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله شوف 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 تا 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 اوف ما شاء الله. طبعا طلع هون الصخور هاي شايفينها كيف، لان هاي كانت صخرة طلعوا شارة المغارة. طيب خلينا نحكي هسه على هدوء يا اخوان، نفتح مع بعض مخنا ونحكي بالطريقة الصحيحة. تمام، إشارة مغارة 1570 مرة حكينا إشارة مغارة، هيها دقيقة نجيبها من هون عشان تبين إشارة مغارة. وين مغارتها؟ هاي وين مغارتها؟ تمام، نزولا مع السيال على إشارة اللجف. دقيقة تمام يا اخوان، هاي إشارة اللجف تبعتها نزول معها. طيب هاي كانت صخرة وانكسرت عن هاي الصخرة، يعني هاي صخرة وانكسرت عن الصخرة الثانية ووقعت هدت، يعني وقعت لتحت. تمام، الله يعينه اذا كان واحد بده يحفرها ووقعت فوقيها هاي. طيب شوف المغارة وين، هاي جوا. تمام، هاي المغارة جوا، طلع محلاها كبيرة كمان مش صغيرة، شايفين هاي جوا مش مبين شيء، بس عاد شو نعمل، نحاول نعمل هيك. شايفينها كيف مكسورة الصخرة ونازلة، دقيق الصخرة مكسورة ونازلة فتحت المغارة. هاي إشارة المغارة تبعتها، إشارة كبيرة مغارة كبيرة، وهي المغارة تبعتها. بس أنا بجي أقول لكم إشارة مغارة تصدقونها وتقولوا آه والله إشارة مغارة. تمام، نقول شكرا لكم للمتابعة، وإن شاء الله في حلقة جديدة راح نشوفها مع بعض. طلع الدرج كيف شايفينه، هاي درجة درجتين ثلاث، شفتوا كيف، دقيقة شايفين الدرج، هاي درجة درجتين ثلاث. كلها كلها فراغات، يعني هاي هون كمان مكسرة الصخور ونازلة. تمام، ولو شفنا في الداخل راح نلاقي اللجف تبعها هي هون، يعني هاي تحتيها فراغ. إشارة الروزنة، هاي إشارة الروزنة يا إخوان شايفينها، إشارة الروزنة موجودة. إذا في عندي مغارة تحتيها. تمام، وهي تشكيل المغارة، طلعوا كيف إشارة المغارة، هاي مغارة كبيرة هون كبيرة كثير. هاي تشكيلة المغارة، اشي مرتب، اشي مرتب والله يا اخوان، اشي بيطلع الواحد عن المبادئ اللي هو فيها. طيب هاي طبعا قبور هون، شايفين الجرون قبور. طيب شكرا لكل المتابعة يا اخوان، وان شاء الله بنشوفكم في حلقة جديدة وفي يوم جديد وفي موقع جديد. وشكرا لكم جزيلا للمتابعة، ولا تنسونا من اللايكات والاشتراك في القناة اللي مش مشترك في القناة، ويفعل الجرس عشان نشوف الحلقات السابقة والحلقات الجاية. وأهلا وسهلا فيكم وشكرا لكم.